البنات السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عيد مبارك سعيد باش نتمنيتو ان شاء الله. الله يدخل عليكم الصحه والسلامه والامه الاسلاميه قاطبه بالامن والامان والسلم والسلام يا رب يا رب. كيف شفتوا دابا ان شاء الله قلت اليوم نقدم لكم الكتف. غادي ندير له غير التوابل، ما غاديش نكثر فيه لحقاش اصلا هانتوما شفتوه دائما غنيت يكون مدم. بسم الله على بركه الله غنبداو بالتوابل. عندي هنا معلقه ديال الازير، عندي سيبيسه راس معلقه، عندي حبه الهيل، عندي ورقه موسى مدقوقه معلقه صغيره، وهنا معلقه ديال الزعتر وراس معلقه ديال السودانيه اختياريه، معلقه كبيره ديال القزبر حبوب. انا عندي معلقه هذه صغيره غادي نعبر بها جوج معالق، ديروا نتوما ما تخافوش مني. معلقه كبيره مقببه ديال سميتو والثومه والبصله غادي نقطع شرائح باش نفرش هذا اللحم من تحت ان شاء الله. انا غادي نقلي البصله والثومه ونرجع معكم. والملح ما غنديرش بزاف، غندير غير شويه خصو الملح غادي يذوب. انا غندير غير شويه تاع الملح غير هذا صافي. هاد الملح راه ما حاراش صافي. انا لقيت هذا الثوم ونقيت وقطعت البصله هكا دوائر على هذا الشكل حيت غادي نفرشها لهم من تحت. هادي باش تطلع تلقى على اللحم، وباش الا بغى لاصوص يغمس ولا شي حاجه، اما هادشي ما محتاجش تغمس. غادي نرافقو ان شاء الله باذن الله مع الخضيره. صافي كنخرج شي هكا الثوم في وسط، كنعتذر منكم سامحوني، في وسط اللحم هكا كنخشيه هنا الوسط، كدوب اصلا ما كتبقاش باينه. بحال دابا هادي كبيره غادي نقطعها على ثلاثه على الطول ديالها هكذا، نقطع هكذا من هذا تنتك اللحم وكنحاول ندخل هاد الثومه بحال هكذا ما تبقاش باينه. حتى بالنسبه اللي ما كياكلش الثوم كاين شي نوع ديال الناس ما كيحملوش الثوم نهائيا، ما كتبقاش تبان، كدوب وما كتبقاش داك الجهد ديال اللحم في ديال الغنمي ما كتبقاش تبان. صافي غادي نستمر على هذا الشكل تنكمل كلشي. غرست هذوك التويمات في هذا في اللحم. انا غنخلط هاد التوابل هكذا، غادي نخلطهم وغادي نرش. ما غاديش ندير ما غنديرش لا زبده لا زيت لا حتى حاجه. مع هاد الشحمه غادي تهيل غادي تلقى البنه ديالها. طاحت لي واحد الثومه، انا غادي نرجع للجهه الاخرى ونتمشى على كلشي ناشف لا درت لا زيت لا والو. صافي انا غادي نفرش البصله. هاد علاش درت الزعتر وازير وداكشي باش حيدت هداك الجهد ديال اللحم ما تحسوش فيه. صافي انا غادي نفرش هاديك البصل هنا. ولا نتسكلي عليه باش ما يتحرقش. انا غادي نفرش على كامل. صافي انا غادي نلمطو مزيان طاطيش ليستو عاد غادي ندير له طاطي الومنيوم نلمطو مزيان الجهد لي نزلط عليه باش يطيب. غادي نزيد واحد الطريف هنا ونزيد طريف هنا ونزيد طريف هنا
البنات بعد ما نلمطوا هكذا غنعاود نزيد نلمط هنا غنخلي هكذا باش يجلس عليه مزيان ما يبقاش منين يتنفس باش يطيب. صافي دابا انا غادي نرشف الالومنيوم هكذا من هنا نعاود نلمط عليه عاوتاني بالالومنيوم من الفوق. صافي غادي نخليه شويه حتى يتشرب هذيك اللي قام اللي فيه عاد غادي ندخلو للفران من بعد نتلاقاو ان شاء الله. كما شفتو انا نلمط عليه مزيان. صافي ان شاء الله الى الفرن غنرافق معاه شويه ديال الخضره ونشاركها معكم ان شاء الله. البنات ها الخضيره مشكله هنا درت شويه ديال البروكولي شويه ديال القريعه كوجات جزر اللوبيا خضراء والبطاطس بطبيعه الحال ضروريه. صافي غادي نرش عليهم شويه الثومه غبره وشويه البزار وشويه ديال المليحه فقط وغادي نزمط عليهم حتى ما كيف درت لهذاك الكتف ديال الحول. صافي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. بالنسبه لهذه الخضره ما غادي ندخلها حتى نحس باللحم تقريبا داز واحد 45 دقيقه عاد نحطو باش نحطهم بجوج قطقط. صافي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هانتوما شفتوا هذيك الطريقه هذيك المكسيله انا غادي نحطها نكونوا غير العائله مع بعضياتها ماشي هذا تاع الكاس اللي غادي نحطها تحت اللي بغاها يجرب. الناس اللي عشاق البصله هانتوما كي جات كاراميزي واعره انا غنديرها لتحت واللي بغاها ياخذها نحطها حدا الناس اللي كيعشقوا البصل. صافي صافي البروكولي نحط كل واحد حداه شويه بروكولي سخون هادشي نحط شويه البريعه عابسوني درت فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه وغادي ندير لها لانيت ولا عندي لا سيبولات ولا لانيت المهم كل واحد يشوف اللي كيعجبو ولا المعدنوس. سخون البطاطس وما انا غادي نستف الخضره ونرجع لكم. هي الخضيره ديالنا انا غادي نضيف لها هذه اللمسه خفيفه غير هكا لي تزيين شي لقسم الله عندكم ما شاء الله طاب. صافي غنجيب شويه ديال لانيت وغادي نديرو فوق الخضيره ما بغيتش ندير الزيتون اللي بغا يدير الزيتون لي كوردون نديرو. انا بغا شويه على اللونينات صافي باش كيعطي واحد المنظر كيشهي في الماكله كل واحد يدير اللي ما عندوش لانيت يستعمل المعدنوس. المهم دابا تبارك الله كلشي كاين موجود في السوق. بالنسبه للجزر شفتو اللي ما كثرتش منه على ود شي كياكل الجزر وشي ما تياكلش. صافي وشويه ديال الكمون طويسه ديال الكمون ونتمنى يروقكم ويسمى الاستحسان ديالكم وديال عائلتكم واعتذر على الصوت اعتذر والله يجازيكم بخير وكنشكر كل واحد خلالي في سينما خلالي كومنتار زوين شكرا جزيلا لكم
والفيديو ديالنا وصل نهاية ديالو، وما تنساونيش من دعوات الخير.